لو بتحلموا تعيشوا حياة زوجية سعيدة ومستقرة، أحب أقول لكم إن حلمكم مش صعب ولا مستحيل، لأ ممكن تحققوا. والسر السحري ورا تحقيقه هي مهارات الذكاء العاطفي. ولو حابين تعرفوا أسرار نجاح التواصل الفعال والانسجام العاطفي، انضموا معنا في رحلة حياة زوجية سعيدة. هننتقل فيها من 3 محطات، بداية من تفاهم أعمق، نفهم مع بعض إيه هي أصلاً السعادة الزوجية وإيه هو الذكاء العاطفي، ونتنقل مع بعض لمحطة مفاتيح الحب علشان نتعرف على مهارات الذكاء العاطفي وأهميته، ونختم مع بعض رحلتنا بالمحطة الأخيرة أسرار الانسجام علشان نعرف أهم تطبيقات مهارات الذكاء العاطفي لتحقيق السعادة الزوجية. استثمروا في رحلتكم وانضموا معنا على منصة IGTS. هكون معاكم دكتور ميرا يوسف، استشاري صحة نفسية وإرشاد أسري، مدرب معتمد دولي، استشاري نفسي وأسري تربوي بعدة منصات إلكترونية معتمدة.